الليلة سيداتي سادتي مع ألمع نجوم الفن مع فرقة المنار بقيادة العازف عازف الكمال الأول عازف الكمال لتونس الخضراء صاحب الأصابع الذهبية واللمسات السحرية الأستاذ رضا القلعي. الليلة سيداتي سادتي تسهرون بصالة الفتح بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. الأسعار شعبية وفي متناول الجميع، البقاع محدودة. تسهرون مع المطربة الخالدة سريعة المطربة الخالدة وصوت الحب والحنان نورا سلطان في كل ليلة تعيشون معها في صالة الفتح بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. يا حسرة على أيام زمان. هذه ساحة باب سويقة ساعة الإفطار تنعم بهدوء وسكينة تسبق ما اعتاده هذا المكان من حركية دؤوبة تفوح منها رائحة الأمس القريب وأجواء ترسخت في التقاليد اليومية لهذه المنطقة عبر تاريخ البلاد وفي ذاكرتها الوطنية أيضاً فجعلت منها فضاء عريقا ذا أصول عربية إسلامية ثريا في أنشطته الثقافية انعكست فيما قدمته جماعة تحت السور آنذاك من إسهامات إبداعية لرجال الفن والأدب والصحافة ممن نشأوا بين أحضان هذا الحي. صفحة الأمس هذا حملت بين دفتيها أيضاً حفلات موسيقية أحياها فنانون تألقوا في تلك الحقبة من الزمن وسهرات للطرب الأصيل وأخرى للفولكلور التونسي ملأت الساحة أجواء فنية فكانت للعود رنته وللقهوة العربي نكهتها الخاصة. يا ربي توبة يا ربي توبة على كل عاصي على كل عاصي من بعد عصياني بعد عصياني قبل أجيب وأمحني وأنشيب عصياني القلب نادي القلب نادي وليه العين عصياني 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 يا ريت دموعتي تسيل يا ريت يا ريت دموعتي تسيل تجري على الخدين تطوي صحائف ذنوبي ذنوبي من بعد عصياني لاجل النبي. يا حسرة على أيام زمان. هكذا كانت تمضي ليالي رمضان زمان وبين الأمس واليوم نكتشفه في هذا سكتش. Tu hurlais comme un malade. On n'était pas tout seul. La porte était fermée à clé de l'intérieur. Je vais pas jeter, je te dis. Bon, ne bouge plus. Tu m'entends? Là, sois gentil, fais exactement ce que je te dis. Stop! Non! Petit col. شنو هذا؟ اوه ملا سهرية ملا حالة ملا غمة الواحد سهر مع دودمة يزيد شيتاوة بلا دودمة هذا فيلم دوغور عمرك ما شفت فيلم دوغور ان شاء الله نشوفه الخير سهرتني مع العبابس حس في مخي باش يطير مش قلنا هذا نوع جديد فيلم خيالي بتاع تفرهي الدنيا بالمقلوب اللي يحب يتفرهد يسهر مع سلال القلوب ما قلت لكش يتفرج بالسيف انا عاجبني
عامل عليه كيف؟ اش عجبك فيه يا للا؟ هالروس تتناطر الدميات الشرتلة. شوف هذاك راسه كل حلوف والاخر مقطع طروف طروف وعيات وزيات والاخر يفزع في الاموات. شبيني انا هذه سهرية في سيدي رمضان نعديها مع العبابث والجان؟ يا والله زمان يا والله زمان هذه سهرية رمضان. شبينا هنا سهرين لبس علينا. شبينا خمسة والخميس علينا سهرية وقعدة مهمة راسنا راس دو دمة. اذيك اللي ثم دو دمة منيمش نلملك انا قاعدة ولم بكري نخسر من الشباك على بعيد شفت بقعة تشعل بالضوء لازم ثم حوان تحالين وناس سهرين مادام ثم ضوء لازم ثم شوية جو. هذه فكرة مش دوني لو كنت تخرج تعمل دورة وتبدل الجو شوي. ما توصيتي مع الأنواح هذا فاش نخمم من الصباح. قمر ثلية مليح شيشي تريح توا ناخو معايا أسبوع التباشير وبالعمارة بالعمارة كل عمارة نحط عليها أمارة. أحسن خير من اللي ترسي لك ملوح وما تعرفش منين تروح. لا عاد توا نمشي ونتبع الضوء حتى نلقى السهرية والجو. أما خير خيتي ولا هالغمة والسهرة مع دو ضمة. شنو هالزمان هذا يا والله زمان يا والله زمان توا هذه سهرة في سيدي رمضان. شبيك في سعمجين؟ على خاطر شي ما لقيت كان الإمارات والليل والسكيت والضوء اللي تحكي عليه كياس يحفظوا فيه والضوء اللي شفته متاع شغال ما عامل فيها جو كان الشنقال. الكياس ما وصلحوه نعم جو مش يحفروه ملا شي ما لقيت مثل ما كان الليل والعمارات وبطاحي معبي طوموبيلات لا كلام لا سلام لا قهوة لا حجام. أو رجعنا لحكاية الحومة والسهرية وحكاية رمضان أيام زمان وكان يا ما كان. كان يا ما كان كان يا ما كان رد خلافت علي بالسلطان ولا خلافت بوزيد الهلالي 14 قرن التالي تيدي حكاية توا توا غير الوقت علينا تقوى. رجعنا للذكريات. ذكريات تحكي البارح في الأيامات في لمح البصر عالم تبدل وغبر فين الحومة والسهرية وقعيدة في العباسية وجماعة عاملين كيفية على ديسكو منيرة المهدية رقعة شطرنج والناس ملمومة طرحه كبير بين حمدة وعم سلومة قالوا كش قالوا مات وطلع له ببعض اللعبات وفات اللي فات وطارت ليامات وأنا صغير نعقل على الشيخ البشير عنده مجلس فقه وتفسير. الشيخ البشير علامة نحرير يتقابل مع الشيخ العلامة الفهامة الدقيانوس ويرجع لحديث معلوم للشيخ بحر العلوم. سهرية في سيدي رمضان والحومة ألوان ألوان قدرية تيجانية ومرأة كبيرة على طبلة مثنية
تغني على التيجاني اللي سافر للمغرب وما جاني. انا شريف ومن عين ماضي داير وضيف وراختي فوضى وكل اوطاني راني وصيف محمود تيجاني او راني وصيف مملوك سيدي حمص شريف. تقول كيف القسم السوداني ما تقول كيف حبو ساكن جانب نحي نعمل وليف وروح وخلاني راني وصيف محمود تيجاني جانا في حل ومن عين ماضي لينا رحل حين نوصل شاهدت وبعياني حين نوصل لحباب سيدي فزعوا لكل حار العقل وفي العز الرباني راني وصيفوا مملوك لا تيجاني. نتفكر البني بني لتضربوا على الحيط يرجع يغني. نتفكر السوق والناس تدز هذي عارك لاخر يحز. نتفكر حسونة البهلول اللي يخاف من الصغار اللي يجري بالسواني من الكوشة للدار. نتفكر حانوت الحجام لكلها حديث لكلها كلام. الحجام يحجم الروس يعمل المغايث يقلع الزروس. الباش محرك يصول ويجول يحظف القايمة مشغول. العيد أكبر المناسبات يلزموا قاوق وتشريفات. نتفكر أولاد الكتاب مع الهلالو طهور صاحبهم فرحة كبيرة وهللوا وكبروا تكبيرة صلوا على محمد كثيرة. موزيكة الناصرية قدام دار الطور وشق وداد وريحة بخور. وإذا ما زال شوية نختموها بتيجانية. أشبيك شعلت فيا أشبيك هجت عليا سامحني لله. ذاك اللي ما زال نسلمه في اللمة واللي ثمة ونسهروا مع دودمة. الآن مع لحظات للذكرى والحنين نفض للغبار عن أسطوانة تونسية قديمة. أغنية للشيخ العفريت حسنة شرطي يجسمها عبد اللطيف خير الدين. رحلة عليا وغابت وخشت بزوز نخليها كابدي على الجمر دابت كابدي على الجمر دابت وعيني تراجيت ليا يا الرحلة هي معروفة
وحرسي واحلى دعم والثاني عينها الشهلة ايه حرقتني والله والله حسنة جارتي حسنة يا دلة اللهم يا شير يا مسرحي هيا حصر على أيام زمان. على صوت الفنان الشيخ العفريت نصل إلى خاتمة الحلقة الثانية من رمضان في ذاكرة التاريخ. نستودعكم الله راجين منه خير هذا الشهر وبركته.